حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت اشتريت بريره فاشترط اهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقيها فان الولاء لمن اعطى الورق فاعتقتها فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت لو اعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده فاختارت نفسها